تعمل في شنو؟ ما بشوف بعينه. خلاص نبدأ. هاي ازيكم، كيفكم، اخباركم واحوالكم؟ ان شاء الله طيبين وعلى اتم الصحه يا رب. رجعنا لكم تاني. نحن ماشيين وين يا مهند؟ I don't know. انا حكيت لك هسي. هو مطعم ولا هو كافيه؟ محل صغير. طيب هو لا تامي ده لا تامي ده، هو بيبيع مأكولات سودانية بطريقة عصرية. اوكي المهم يعني انتوا لو حابين تعرفوا المطعم يعني الفكرة بتاعته شنو، حنلاقي الاونر بتاعه، حناكل شوية اكل ونضوق شوية حاجات كمان، ضواقة وحركات حرفيا. انا مسخن شديد. اي اللي يمدي الواطن مسخنة شديد، اللي يمدي الواطن مكيف ما بيعمل اي حاجة. اي والله اللي يمدي الواطن مسخنة شديد. حالتي حالة، فنمشي وبعدين نتفاهم. اوكي اوكي طيب يا بنا. الليلة نحن في محل جديد مع ضواقة، وصراحة متحمسة. أنا حماس، أنا مرة حماس، أقسم بالله أنا ما قادرة أقعد عديل من الحماس. المهم يعني معانا مبسوطة شديد، وكل مرة كل مرة ضواقة بتفاجئني، وكل مرة المطبخ السوداني بيديني في وشي كده وبيقول لي نحن أحسن مطبخ في العالم. والليلة حنثبت الموضوع ده، صح يا تسنيم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يا جماعة، معانا تسنيم، هي قررت إنها هي ما عايزة تظهر، ودي حاجة من حقها تماما، لكن انا متاكده انتوا بس من صوتها هتقدروا تسمعوا كل حاجه. اول حاجه عرفينا عن نفسك يا تسنيم. طيب انا تسنيم عبد القادر، تمام، صاحبه محلات من بلدنا. هو فاميلي بزنس، نحن شغالين مع بعض. المحل بتاعكم او البزنس بتاعكم ده بدا من كم؟ نحن المحل في حد ذاته فتحناه من 2018، لكن كنا شغالين قبلها بثلاث سنين، يعني ممكن نقول من 2015 نحن شغالين. يعني من البيت وكده؟ كنا شغالين من البيت. اي بالاول بدينا من البيت، بنوزع بس طلبات لناس معينه بري اوردر بتكون. بعد ذاك الحكايه قلنا لا نحن ما نفتح محل. طيب قمنا بدينا نفتح محل، والحمد لله يعني الامور مشت تمام. يعني الامور ماشيه تمام في المحل؟ والله الحمد لله. الحمد لله. طيب احكي لنا عن المحل بتاعك او البيزنس بتاعك، بيقدم منتج واحد. منتج واحد. انت تخيلوا معايا يا جماعه، الزوله دي بال 2015 شغاله وبتجيها بري اوردرز وحاجات، وفتحت محل يعني وفي الرياض، في وسط الرياض، في عاصمه زي ما بيقولوا المطاعم والمحلات، وبتقدم بس منتج واحد. المنتج بتاعك عنده قبول شديد، انت رايك شنو؟ والله حكاية المواصلة إنه أساساً إحنا المنتج بتاعنا صراحة بنحبه شديد. يعني بنحبه، فهو منتج يعني حاجة إحنا عارفين واثقين فيه، حاجة يونيك، حاجة بتعجب أي زول. فعشان الحاجة دي، عشان كده إحنا بغض يعني أكيد كأي بيزنس بتلاقيك صعوبات إنه الدولار والحاجات اللي بتزيد وحتنقص، بس استيل لأنه إحنا فكرتنا عايزينها لا ما تموت. الحاجة دي لازم تصل لأي زول، ولازم أي زول سوداني يعرف إنه في منتج سوداني يعني حلو شديد. واهم حاجه انه شنو التراث، من التراث بتاعنا. تمام. طيب المنتج يا جماعه اسمه سمبوسه البلح، ما سمبوسه يا جماعه بتاعت رمضان، لا ما السمبوسه بتاعت، لا يا جماعه ما السمبوسه دي، اكله موجوده في مدينه المتمه، بيعملوها الناس في المتمه، هي اكله تراثيه. انت قلتي لحد الجيل الخامس في اسرتك ليه ورا هم بيعملوا الاكله دي. طيب احكي لنا عن الاكله، واحكي لنا المناسبه اللي بتتعمل فيها الاكله. فكره شنو انه هي بتتعمل من البلح، دائما بيعملوها في المناسبات في السماية يعني، وفي الأعراس برضو بيعملوها. فبتتعمل بتدعس بطريقة معينة، وبتضاف لها السمنة والسكر، وبعد ذاك يلا يعني حاجة أساسية. نحن يلا عندنا يعني هنا إحنا في الخرطوم قاعدين، فدائما يلا كان في سماياتنا شنو بنعملها. فبس بعد ذاك يلا لما نحن من كثرة ما عملناها وكده جات الفكرة إحنا طيب ما نعمل منها بزنس يعني. فكده دي واحدة من الحاجات الضواقة بتحاول دائما تعمل لها بروموشن، إنه أكلنا، ثقافتنا، الحاجات اللي بنعملها زي ما بيقولوا في حياتنا اليومية، أو زي ما قلتي في مناسباتنا العادية. يعني أنا ما أعتقد إنه البلح دي، ما أعتقد إنها قاعدة في واحدة من كتب الطبخ، صح؟ وإنتوا متوارثينها جيل بعد جيل، وما بزول نساها. يعني أنت بتعرفيها وبحتورسيها لبنتك، وأمك عارفاها وحبوبتك عارفاها الوصفة وحافظينها، وأي زول في المتمة بيعرفها، لكن عمرها ما اتكتبت، خلاص استيل ضابطه والناس بتاكلها. دي واحده من الحاجات اللي الضواقه دايما بتحاول تعكسها، انه الاكل اللي عنده ثقافه، الاكل اللي عنده تاريخ وقصه، دايما بيصل للناس. واضح يعني انتوا ما شاء الله شغالين حسي من 2018، وانت حسي حاليا قلتي انه في طلبات يعني شغاله شديد. وانا يا جماعه ضغط الموضوع ده، بس حابه اقول لكم انه رهيب.
رهيب عادي اقسم بالله دي ما دعايه والله دي ما دعايه لكن الموضوع ده رهيب لما ما في طريقه وما بيصدم يا جماعه عارفين احساس مهند نفسك تضيف حاجه طبعا يا جماعه انا حاسس بالموضوع انه الحالي اول مره نتكلم بتناقش مع نهضه لي الزمن في انه ما في حلاوه سودانيه ما في نوع من التحليه او نوع من بالضبط ما في حاجه اسمها تحليه سودانيه 100% فاي حاجه من ثقافه تانية فاول ما جيت هنا المحل اوكي انا كان زرته لكن ما كنت فاهم البتاع دي شنو انا فعليا ما كنت عارفه زرته زمان لكن ما كنت انا ما كنت عارف انه الحاجه اللي انا اكلتها دي شنو انا كنت زي تمريه كده وانطاح الموضوع والعجوه بتاع التمر الحاجه لكن لما اسف بقى بشرح لي وشفت الاصل بتاعه شكله عامل كيف اضيف فيها حاجه واحده انه يا جماعه المنتج ده انت اي زول باقه بيعجبه بغض النظر عن جنسيته شو احنا سفرناها سويسرا سفرناها فرنسا عندنا ناس ايطاليين عاديين هم بيطلبوها كل ما يجي السودان هم بيطلبوها فانا دار اقول انه الحاجه دي انت ممكن تبقى لك يعني انا نفسي انه اي سوداني لما هو يكون ماشي يعني مسافر برا السودان يشيل معاه ويقول له الزول دي حاجه من السودان مسافره بس ممتاز لما يقول انا مسافره دي نعرف ان احنا داروا في باكج معين في كده بنظبطها له بكده يعني حتى عندي في زول احنا بنعرفه ده بيطلبها يعني كله هو في لندن فكل مره بيطلبها بعد ذلك يلا شنو بيقوم بيقعد بيشيل منها حته هو عنده سكر فبنعمله من غير سكر قال يلا هو بيكون شنو فمنتظر مثلا زول تاني يقوم يجي بيكون معاكم فهو بيكون قاعد طول السنه حريص انه هو ما يتقطع من السمبوسه عرفت فاي طياره ماشي احنا بنقوم بنشيل ودي له عشان هو بس بيكون طب ما تفتحوا فرع هناك يا جماعه يا ناس لندن يعني شوفونا يا ناس لندن الموضوع ده عنده زباين بالطيارات رايك شنو نعمل يوم كده لطيف تكون في سامبلز كده مخطوطة للناس عشان يجوا يذوقوها وبعد ذاك لو عايزين اي زول ده يجي المحل حتى لو اني انت ما عايز تذوقها انت بس بقول عايز اذوق الحاجه خلاص قالوا لكم يا جماعه الذواقه مجان تعالوا قالوا الذواقه مجان تعالوا عشان الذواقه مجان صدقوني انتوا حتذوقوها وبعد ذاك يعني الله يعينكم مهند لقينا حلاوه سودانيه 100% ثانك يو للضواقة ولرحلة الضواقة مهم يا تسنيم شكرا لك شديد اول حاجة واحد لانه انت وريتيني حاجة من ثقافة بلدي لانه دايما بحاول افتش زي ما قلت لك الحاجة دي ما مكتوبة ولا موجودة لكن زي ما انت قلتي انتم متوارثين زول بعد زول وحسي ما شاء الله عملتوا منها محل وعقبال تبقى محلات يعني حول العالم وانا متأكدة انه الموضوع ده هيحصل حراهنك على الموضوع ده حقيقي انا مليانة بالسعادة شديد لانه حاسب انه الفيديو ده عزيز جدا على قلبي كيف انه الشركات السودانيه مع بعض او البراند السودانيه لما تشتغل مع بعض بتطلع صراحه شغل حلو شديد وممكن تدعم بعض وتخلي بعض اقوى واحسن دائما لقدام بما انه بنتكلم عن الشركات السودانيه فانا حابه اتكلم عن شركه وهي السبونسر بتاع الفيديو بتاع الليله اسمها ويفرلاب هي شركه تقدروا تعملوا عن طريقها مواقعكم الالكترونيه الخاصه بكم سواء للبورتفوليو بتاعتكم او الشركات بتاعتكم او البراند بتاعتكم زي اللي انا عاملاه لضواقه وممكن تحولوه لشوب والناس ممكن منه تشتري زي ما انتوا لو زرتوا الويب سايت لو ما زرتوا الويب سايت انا ممكن اخذ لكم تحت اللينك الجميل في ويفرلاب والحلو شديد وواحده من الحاجات اللي انا كنت بعاني منها طيله السنين الفاتت طبعا انتوا عارفين ان احنا في السودان ما بنقدر نشتري هوستنج من اي شركه ثانيه لانه بنكون محتاجين انه يكون في فيزا وحاجات زي دي مثلا انه انا امشي الشركه مقر الشركه وادفع كاش او كلام زي ده الكلام ده كله انتهى ويفرلاب انت ممكن تدفع فيها وعن طريق بنكك ودي حاجه بالنسبه لي رهيب رهيب رهيبه شديد غير كده السيرفر بتاعهم ما بيقع ولا الكاستمر كير بتاعتهم بترد عليك بعد سنه العكس خلال 24 ساعه الكاستمرز بتاعتهم دائما متوفره والحاجه دي ما بتكلم عنها بس لانهم هم سبونسرينج الفيديو لا لانه انا شخصيا لي حسي حاليا معاهم اكثر من 4 شهور بشتغل معاهم كل ما تواجهني مشكله في الويب سايت او في حاجه ما عرفت اعملها انا على فكره ما زول شاطر شديد في الويب ديزايننج والحاجات زي دي وانه افتح هوستنج والكلام زي ده ساعدتني صاحبتي وهي اللي عملت لي لهم ريكومنديشن وانا اشتغلت معاهم بتذكر لما كنت عايزه اغير الخطه بتاعتي من دفع شهري لدفع سنوي عملت حاجه غلط كده اشتريت تقريبا نفس الخدمه تاني بنفس الاسم فقاموا رسلوا لي ايميل انه في حاجه غلط انت طالبه نفس الخدمه تاني بنفس الاسم ففي شنو الكلام ده خلال 24 ساعه انا كانت وريتهم انا عايزه اعمل شنو انا عايزه اغير الخطه بتاعتي من شهريه لسنويه وقاموا غيروها لي وزبطوها لي وعندهم حساب ممكن تاخدوا فيه قروش على اساس انه كل ما يكون مثلا عندكم دفع شهري او كده تتضبط صراحه انا ما بتكلم هنا في ويفرلاب بس لانه هم عاملين سبونسر للفيديو بتكلم ككاستمر حاب السيرفيس وحابه اتكلم عن حاجه ظابطه
فلو في اي زول عنده شركه او زول بيشتغل فريلانسنج وعايز يوري الناس شغله بطريقه فيري بروفيشنال وبطريقه تديه ثقه في الناس, ممكن يعمل الويب سايت بتاعه ويعمل الهوستنج بتاعه في ويفرلاب. صدقوني صدقوني ما حتندموا نهائيا, خصوصي انه الكاستمر كير بتاعتهم الرد بتاعه في ثواني. فبس ده كل اللي كنت حابه اقول لكم في الفيديو ده, وان شاء الله المره الجايه اتكلم عن شركات اكتر وناس بيعملوا حاجات احلى وبيحاولوا بيخلوا السودان احلى واجمل واظبط. وحقيقي ده يوم سعيد, ده يوم سعيد جدا بالنسبه لي انا بعد ما تعرفت على اصحاب براند من بلدنا. وحسي حاليا بتكلم عن احلى شركه اسمها ويب لاب بتاعه هوستنج للويب سايتس بتاعتكم. لحد ما نتلاقى في ونسه جديده ورحله جديده واكتشافات جديده يا جماعه, انا مبسوطه, انا سعيده. انا سعيده شديد والله العظيم, يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله شديد والله, يعني الحمد لله على كل حال. وحقيقي الواحد مبسوط انه في امل في حياه حلوه في السودان, بس في حياه حلوه في السودان. المهم لحد ما نتلاقى في فيديو جديد وناس جديده, ابقوا طيبين ومع السلامه.